وأنا أقول وين البيض؟ ليش تبيضي هنا؟ ما عندك مكان تبيضي فيه؟ دجاج شوارع أنت ولا إيش؟ مش كفاية أنك ما تبيضي في قن الدجاج، كمان تعلمي الدجاج وين يبيضوا. حاضر حاضر حاضر، يا ويلك مني يا ويلك مني. سلام، كيف الحال؟ إن شاء الله تكونوا بخير وصحة وسعادة. أنا هاني وهذه قناة القلعة السعيدة، ويا هلا ومرحبا فيكم. فيديو اليوم بيكون عن الدجاج اللي يبيض برا الحوش، برا البيت، برا قن الدجاج، ايش تعمل معاه؟ ولا شيء. ايوه، ولا تعمل معاه شيء، كذا ما تعمل معاه شيء. ايش بتعمل معاه؟ بتربطه بالحبل؟ بتسكر عليه؟ لا، صح؟ لا تقول تقص جناحاته او تنتف ريشه، لا، انتبه نهائيا. الدجاجة لما تقص لها جناحها او تنتف ريشها، ريش الجناح، تكسر نفسيتها وتصير ضعيفة وذليلة بين الدجاج، ويصير الدجاج يديها ضرب على طول. فلا عاد تربي لحم، يعني لا عاد ترتاح، حتى البيض يقل ونفسيتها كلها تتأثر تماما، لانها تصير منكسرة وضعيفة، كل الدجاج يضربها. فما تقص جناحاتها ولا تنتف ريشها. يلا روحي على قن الدجاج، روحي على قن الدجاج، يلا يلا روحي على قن الدجاج هناك، يلا روحي بيضي هناك، يلا بلقاق بلقاق، يلا ما تبيضي هنا، يلا يلا. شش شش، شايفين؟ خمس بيضات هنا وهنا بيضة، يعني ست بيضات. الله أعلم هل هم الست دجاجات ولا الدجاجتين، ولا يمكن لهذه الدجاجة الوحدة فقط. يلا يلا، كما بتكمل السابعة هنا، يلا خلاص. شش يلا، معاك يقن يتمنوه كل الدجاج، يلا يلا يلا. ايوه يلا على قن الدجاج، يلا 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 على قن الدجاج، يلا. صعب تجبر الدجاج انها تبيض في مكان معين، صعب، بس الواحد يحاول قدر الامكان ما يخليها براحتها تبيض وين ما تريد. تريد ترجع لأنها تريد تبيض. أيوة هنا ادخلي، أيوة هنا، أوكي هنا مو مشكلة. شايفين طلعت من الصندوق وكأنه ما يحلالها إلا هذاك المكان. بحاول قدر إمكاني ما أخليها تبيض نهائيا. يلا يلا يلا، الظاهر أنك ما تفهم الكلام، يلا الظاهر أنك ما تفهم الكلام، الظاهر أنك ما تفهم الكلام. يلا يلا يلا، على قلنا الدجاج ولا على الصندوق؟ طيب ايش نعمل يا هاني؟ برضو بجاوبكم بنفس الجواب، ما تعمل شيء. الخلاصة كيف تتعامل في هذه الحالة؟ الدجاج البلدي هذا من طبايعه انه بيحب يطلع برا، بيحب يخرج، بيحب يحس بالحرية. اي مكان يلفت نظره انه مكان مظلم، مكان زاوية، مكان يعطي ايحاء الامان، فبيبيض فيه مباشرة. فما تحاول هذه الاشياء نهائيا. اللي عليك انك تتابع وتراقب دجاجك على أي مكان بيتردد، وين بيروح، هذا الحل الصح. وخلاص كل يوم يومين مر على نفس المكان اللي أنت بتشوف، لأنه مو كل الدجاج بيخرج يبيض برا نهائياً، دجاجة دجاجتين ثلاث عادة، يعني جزء بسيط من القطيع، ما بيكون كل القطيع يطلع برا يبيض. فبتيجي حالة الكم دجاجة بتخرج برا تبيض. فأنت اللي عليك أنك تراقب وين هذا الدجاج بيروح، وكل يوم كل يومين شيل البيض واحفظه فقط، لغاية ما الدجاجة نفسها ترجع لحالتها الطبيعية وتبيض في قن الدجاج. وممكن كمان أنه المكان اللي أنت شفته الدجاجة دائما بتروح عليه ممكن تزيله، بس الخوف لما تزيل هذا المكان والدجاجة تروح تشوف مكان أبعد، مكان أصعب عليك. فبعض أحيان الأماكن اللي تكون قريبة منك وانت عارفها انه دجاجك بيروح عليها خليها، خلاص أفضل لك انه تحت عينك تحت نظرك مكان اللي انت تعرفه، أفضل من انه الدجاج يصير يبيض بمكان انت ما تعرفه، بعدين تصير تدور على دجاجك ما تحصل شيء. الله أعلم كم لهم البيض هذولا، شوفوا حتى لونهم متغير، ممكن مع الأوراق الشجر، الله أعلم. مشكل هذا المكان كذا ظليل ومريح، فالدجاج البلدي بيحب الأماكن، بيحب الأماكن هذه يبيض فيها. دائما الدجاج البلدي ما يحب يتقيد انه يبيض في قن الدجاج، كل ما شاف مكان حلو وهادئ ومناسب وبعيد يبيض فيه مباشرة. يا رجعت مرة ثانية، ما بخليها نهائيا، عشان خلاص تروح تدور لها مكان ثاني. يلا يلا يلا، هنا ما فيش وضع بيض، يلا يلا لا تحاولي، يلا معاك قن زي الحلاوة، يلا يلا، يا تبيضي في الصندوق يا
ما في، خلي البيضة في جوفك. شايفين طريقة تصميمها على انها تبيض؟ اولا لانها خلاص تعودت في هذاك المكان تبيض، ثانيا موعد البيضة يعني لازم تنزل البيضة. غافلتني ورجعت. برع برع، ما تحاولي، يلا يلا. يا نينتي اليوم، يلا مسكينة خلاص تريد تبيض بأي طريقة. افهمي الكلام، هنا لا، يلا يلا ادخلي على قن الدجاج أو على الصندوق. إيش أسوي لك؟ هذا ذنبك أنتي، تحملي. تريدي تبيضي قن الدجاج ولا على الصندوق؟ هنا لا، فهمي الكلام، يلا يلا لا تحاولي. أنا خايف تروح تبيض تحت شجرة ما أشوفها بعدين ما أحصلها. أنا من فترة لفترة بيصير هذا الشيء معايا. قبل تقريبا أسبوعين إلى شهر حوالي ظلت معايا دجاجة تبيض برا الحوش هنا، لغاية ما جمعت تقريبا 8 بيضات، يعني 8 أيام وهي تبيض برا وأنا مش عارف. بالصدفة وأنا أبحث عن أشياء للشغل وجدت البيض، فخلص عرفت المكان اللي هي بتروح عليه، فحطيته في بالي كل فترة وفترة بروح عليه وبشوف إذا حطت عليه. فالظاهر أنا لما شلت البيض الدجاجة ما عاد عاودت تبيض في هذا المكان، وصارت تبيض في قن الدجاج. الأمور مشت تمام، ما في أي مشكلة، بس أنا صرت عارف المكان السري اللي بتروح هي تبيض عليه. وبالصدفة كمان شفت الدجاجة تبيض هنا، ما كنت عارف بهذا المكان، يعني ما توقعت أبدا هذا المكان المكشوف إن الدجاج يبيض فيه، ما توقعت نهائيا. بالصدفة كذا وأنا أتفرج أشوف الدجاجة تبيض، أجي وأشوف أنه 6 بيضات في هذا المكان، حتى لونهم تغير، دليل أنهم لهم فترة طويلة، ممكن 2 أسبوع أو أكثر. شايفين كيف مصممة انها تبيض في نفس المكان؟ ما في فايدة، هاي المرة الرابعة الان ترجع. هذه من مشاكل الدجاج البلدي، انه بعض الحين يصير صعب تسيطر عليه في موضوع البيض، في وضع البيض. ظاهر خلاص بخليها تبيض، افضل انها تبيض امام عيني بدل ما تروح مكان ثاني وتبيض ما عاد اعرف وين باضت. شفتوا كيف حاولت ابعدها ترجع، حاولت بكل الوسائل ما في فايدة، حاولت ابعدها بكل ما استطيع ما في فايدة، ترجع لنفس المكان. فقلت خلاص خليها تبيض وبعدين أشيل البيضة وحاول أغير ملامح هذا المكان. ففي البداية حطيت لها الكاميرا وشفتوا ما باضت، يعني المسألة عناد فقط، ما باضت ورجعت تبيض في قن الدجاج. بيصير هذا الشيء مع الدجاج البلدي دائما، بيصير هذا الشيء إن الدجاج البلدي يحب يطلع برا، يحب يبيض برا، ظروف معينة ما أدري إيش تفسيرها. بس أنت انتبه تقص جناحات الدجاج أو تنتف جناح الدجاج، انتبه نهائيا. فسبحان الله من فترة لفترة دجاجي بيبيض برا قن الدجاج وبرا حوش الدجاج، ما أدري إيش تفسير هذه الحالة. بس على العموم يعني ما هي مشكلة كبيرة، لأنه بعدين يرجع الدجاج بشكل طبيعي يبيض في قن الدجاج. المهم أنت تكون عارف وين بيروح دجاجك، إذا لا سمح الله استمر إنه يبيض برا أقل شيء تكون أنت عارف وين دجاجك بيروح. فمثل ما كلمتكم ما تعمل شيء، اللهم إنه حاول تعرف وين دجاجك بيروح وفقط، ما تسوي شيء، لا تقص الجناح ولا تنتف ريش ولا تربط دجاج ولا تسوي شيء. هذا الدجاج البلدي لازم تتعامل معاه بشكل طبيعي وبسيط. في الأخير أتمنى هذا الفيديو يكون عجبكم وفادكم واستمتعتوا فيه، وأخيرا وليس آخرا ادعموا القناة باللايك والاشتراك فيها، وتحياتي. Thank you.